أهلا بكم. دبي مدينة عالمية بامتياز، فعلى أرض هذه المدينة تتعايش نحو 200 جنسية مقيمة وعابرة، تمثل أكثر من 150 قومية، وتستعمل أكثر من 100 لغة ولهجة. إذن كيف هي الحياة في دبي؟ هل تختلف؟ بالتأكيد تختلف عن بقية المدن، قد تتشابه مع بعض المدن منها سنغافورة أو هونغ كونغ، لكن لكل مدينة خصوصية. سنتحدث عن دبي، خصوصية الحياة في دبي، نستند في الأرقام والمؤشرات التي سنقوم بإيرادها الآن إلى هيئة تنمية المجتمع ومركز دبي للإحصاء، الذين أجروا دراسة شملت أكثر من 19,000 شخص في دبي بين مواطن ومقيم. أبرز نتائج هذه الدراسة نلاحظ هنا معا، أبرز نتائج هذه الدراسة استنادا إلى النسبة المئوية من إجمالي السكان الذين يشعرون أنهم قادرون على تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان في دبي. نلاحظ بالنسبة للحاجات الغذائية أكثر من 95% هم قادرون على تلبية هذه الاحتياجات. بالنسبة للمسكن أكثر أو تقريبا 97% ونصفهم قادرون على تلبية حاجات المسكن. وأيضا بالنسبة للملابس يعني تقريبا 98% قادرون على تلبية هذه الاحتياجات. النسب المئوية الذين يشعرون بالحماية والأمان، الأسر الإماراتية تشعر بالحماية يعني تقترب من 96%، 95% و18. نلاحظ معنا هنا الأسر غير الإماراتية، والمقصود بذلك الأسر العربية والآسيوية والغربية، هذه الأسر تشعر بالحماية تقريبا 89%. وأيضا المجموع أي الإجمال الشعور بالأمان في دبي تقريبا هو 92.8%. بالنسبة للشعور بالسعادة، طبعا هناك مؤشرات عديدة، وهناك تقرير شهير، تقرير دولي، هو تقرير السعادة العالمي. دبي أخذت بعض المعايير واعتمدتها. الشعور بالسعادة في دبي، طبعا معدل السعادة هو هنا مكون من 10 نقاط، مجموع النقاط لإجمالي سكان دبي هو 7.9، يعني تقريبا 8 نقاط، 7 نقاط و19 نقطة. نلاحظ الإماراتيين شعورهم بالسعادة هم 8.3 نقطة، وأيضا دول أخرى دول عربية شعورهم بالسعادة 7.9 نقطة، ودول آسيوية 7.8 النقطة عفوا، و8 نقاط بالنسبة للدول الغربية. الاقتراض موضوع مهم هنا في دولة الإمارات عموما ودبي على وجه التحديد. النسب الأفراد المقترضين بالنسبة الإماراتيين هم الأعلى نسبة هنا في الدولة في دبي. نلاحظ نسبة الاقتراض 36 تقريبا 37% 6.18%. نلاحظ الدول العربية 13 و14. نلاحظ بأن نسبة المقترضين من الدول الآسيوية، رعاية الدول الآسيوية في دبي، هي تقريبا 10% و 15% أو تقريبا 16% بالنسبة للدول الغربية. المتعثرون في السداد في عموم إمارة دبي خلال 12 شهر اللي مضت، نلاحظ هنا المتعثرون في السداد، أكبر المتعثرين في السداد هم الإماراتيين بنسبة 14 و17%، أيضا الدول العربية بنسبة 3 و10 و2 و10%، وأيضا الدول الآسيوية بنسبة 3 و17%، وكذلك الدول الغربية تقريبا 5%. القروض بين الإماراتيين، هذه القروض تتوزع بين الإماراتيين تتوزع على شكل التالي: شراء سيارة 36% أو 36.18%، تقريبا 50% لبناء مسكن، المساعدة في النفقات المعيشية تقريبا 14.5%، و13.5% لشراء يعني أجهزة منزلية، وبسبب لم يذكر في طبعا هذه الدراسة 13%. بالنسبة للزواج تقريبا 11%، وبالنسبة للتغطية مديونية بطاقة الائتمان هي 11% تقريبا 10.18%، وأيضا السفر والسياحة والاستجمام بنسبة 3.7%. قدرة الحصول على الحقوق قانونيا، طبعا هذا موضوع في غاية الأهمية هنا في إمارة دبي. الحصول على الحقوق يعني في طرق قانونية بالنسبة للإماراتيين تقريبا هي الأعلى نسبة 80.16%. الأسر غير الإماراتية حصولهم على الحقوق قانونيا يعني أكدوا حصولهم هم 78.5%، وأيضا تجمعات العمال، هناك تجمعات عديدة للعمال في إمارة دبي، نسبة الحصول قانونيا على الحقوق 75.14%. المجموع بالإجمال في دولة الإمارات نسبة في دبي نسبة الحصول على الحقوق قانونيا 77.5%. المؤيدون للتنوع الثقافي، يعني كما ذكرنا هناك أكثر من 200 جنسية هنا في إمارة دبي،
من يؤيد أو كيف هي شكل التأييد للتنوع الثقافي؟ نلاحظ المؤيد للتنوع الثقافي النسبة تنخفض هنا عند الإماراتيين نسبة 65.19% تقريبا 66، وهنا هنا عند الدول العربية الأخرى تقريبا 81% وأكثر من 81.17، وأكثر من 77% بالنسبة للدول الغربية الآسيوية، والدول الغربية أكثر من 81%. الرضا عن الخدمات الاجتماعية، هناك العديد من الخدمات الاجتماعية تقدم هنا في إمارة دبي، نلاحظ نسبة الرضا بالنسبة لخدمات حقوق الإنسان الرضا يعني 67%، وبالنسبة للخدمات التعليمية 48%، خدمات الدمج لذوي الإعاقة في العمل تقريبا 34%، وأيضا خدمات الرعاية الاجتماعية 32%، وخدمات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم 31% أو 32%، وخدمات الرعاية الاجتماعية لكبار السن تقريبا 30%. الشعور بالأمان من ممارسات العمل، نلاحظ هنا الشعور بالأمان من ممارسات العمل يرتفع عند تجمعات العمال، هناك تجمعات كبيرة للعمال هنا في إمارة دبي. يأتي في المرتبة الثانية عند الأسر الإماراتية، الأسر الإماراتية تقريبا 73.14%، والأسر غير الإماراتية 64%، والتجمعات كما ذكرنا هي الأعلى يعني تقريبا تقترب من 89%. المعدل الشعور بالأمان 75.14%. العمل التطوعي، العمل التطوعي في إمارة دبي نلاحظ هناك انخفاض، نلاحظ هذه الأرقام 12% عند الإماراتيين هناك عمل تطوعي، عند الدول العربية الأخرى تنخفض إلى 4.5%، عند الدول الآسيوية تنخفض أكثر وتصل إلى 2%، وفي الدول الغربية ترتفع قليلا إلى 7.6%. طبعا دبي من المدن العالمية وقد استحقت هذا اللقب بفضل العديد من العوامل، أبرز هذه العوامل دبي اعتمدت إلى حد كبير على التعليم، هناك نظام تعليمي متميز جدا في دبي، سيادة القانون وأيضا هناك شفافية، فهذه العوامل ساعدت دبي على الحصول على هذه المكانة. إلى اللقاء.